مساء يليق بكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرتنا الأخبارية وأبدأها بعناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد في افتتاحية صحيفة 14 من أكتوبر أن الصراع الذي نخوضه اليوم يجري بين مشروعي الأمة اليمنية والعصابة السلالية. مجلس الوزراء يشيد بالانتصارات العسكرية التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المخا، ويؤكد صرف مرتبات القطاع المدني. قوات الجيش الوطني تقترب من معسكر خالد بن الوليد في المخا وتواصل تمشيط المدينة. هذه العناوين، إليكم الآن التفاصيل، فأهلا بكم. قال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إن الصراع الذي نخوضه اليوم يجري بين مشروع الأمة اليمنية الذي جسدته مخرجات مؤتمر الحوار والذي قام على ركائز العدالة والمواطنة المتساوية والنظام الجمهوري والدولة الاتحادية التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة والمدنية ومبادئ الحكم الرشيد، وبين مشروع العصابة الذي يقوم على الاستئثار بالقوة واحتكار الحكم باسم السلالة أو العائلة أو الجهة. ولا شك أن اليمنيين سينجزون مشروعهم وسينتصرون على منطق الاستعلاء البغيض. وأشار فخامته في مقالته في صحيفة 14 من أكتوبر إلى أنها كانت المرة الأولى التي يقرر فيها اليمنيون باسم الشعب نظامهم الجديد خارج الوصاية الخارجية أو الهيمنة الداخلية لمراكز النفوذ، سواء كانت باسم السلالة أو العائلة أو الجهة. وفيما يلي نص افتتاحية صحيفة 14 أكتوبر بقلم فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة لمخرجات الحوار الوطني. تمر اليوم على شعبنا العظيم الذكرى الثالثة لاتفاق اليمن الاتحادي الجديد يوم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعلان وثيقته الوطنية الخالدة. ففي 25 من يناير من كل عام سيتذكر اليمنيون المناسبة الأغلى التي أنجزوا فيها أهم وثيقة كتبها الإنسان اليمني عبر التاريخ الحديث. ولقد كان يناير كريما على اليمنيين، ففيه بدأت طلائع ثورة الشباب السلمية العام 2011 التي اكتملت في فبراير العظيم، وفيه أيضا انتهت الأيدي اليمنية من كتابة سطور الوثيقة الأغلى التي صاغتها الأيدي اليمنية مجتمعة في صورة عز لها نظيرا في التاريخ الحديث. لقد رسمت ثورة فبراير الصورة الحقيقية للإنسان اليمني، وكان مؤتمر الحوار الوطني يجسد الحكمة اليمنية التي جاءت باليمنيين من كل الأطراف ليكتبوا عقدهم الاجتماعي الجديد، ويبحثوا في مؤتمر الحوار عن سبل الحكم الرشيد والدولة العادلة والنظام القوي، وليطوا وإلى الأبد مشاكل أكثر من 50 عاما. هي المرة الأولى التي يقرر فيها اليمنيون باسم الشعب نظامهم الجديد خارج الوصاية الخارجية أو الهيمنة الداخلية لمراكز النفوذ، سواء كانت باسم السلالة أو العائلة أو الجهة. وما إن خرجت هذه المخرجات إلى العلن إلا وخرجت الأفاعي من جحورها مستشعرة أن الإجماع اليمني سينزع عنها الغطاء الذي تدثرت به عبر العقود الأخيرة، تارة باسم الثورة وتارة باسم الدين. وأخرى بإدعاء الوطنية، جاءت مخرجات الحوار الوطني لتعلن أن كل اليمنيين سواء، وأن كل الأرض اليمنية سواء، وأن كل الجهات سواء، وأنه لا فضل ليمني على يمني إلا بما تقتضيه الجدارة والكفاءة، وفي ظل المواطنة المتساوية والعدالة. إن مخرجات الحوار الوطني أدركت بعمق أن الإقصاء والتهميش والاستئثار بالسلطة والثروة والمحسوبية والشلالية والمناطقية كلها أمراض قاتلة للشعب وللتنمية وللحكم.
والدولة، ولذلك بنت أحكامها في شكل الدولة وصورة النظام السياسي، بما يمنع هذه الأمراض ويحقق التنمية ويزيد معدلات الإنتاج. فالإنسان الحر هو الذي يحقق التنمية، والنظام العادل والمتكافئ يمنح الناس الفرص المتساوية ويحقق الرضا العام ويرفع معدلات السعادة. ولهذا كانت الدولة الاتحادية هي شكل الدولة الجديدة الذي ارتضاه اليمنيون وتوافقوا عليه، منطلقين من النظام الجمهوري بالآليات الديمقراطية وبما يحقق المواطنة والعدالة ويوسع مساحة المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة. هذه هي أركان الدولة الجديدة التي جسدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهذا هو المشروع الذي تتبناه الدولة، ولن نتوقف حتى ننجز هذا المشروع العظيم. ونحن عندما نعيد قراءة مخرجات الحوار الوطني بعمق واستبصار، ندرك سر هذا الهوس المجنون من قبل عصابات الانقلاب ومغامراتها الطائشة في الحرب المجنونة التي شنتها على اليمنيين. ذلك أن مشروع الدولة الجديد سيقلم أظافر الإمامة، وسينزع مخالب العائلة، وسيورث الحكم للأمة اليمنية، ويمنحها حق الاختيار الحر لقيادتها ومستقبلها بالطريقة التي تختارها دون وصاية من أحد. وبقدر ما عبرت هذه المخرجات عن طموحات الشعب اليمني وآماله، ولخصت مسيرته النضالية الطويلة، بقدر ما شكلت خيبة كبيرة لقوى التسلط ومراكز النفوذ ومراكز الاستثار بالمال والقوة والسلاح والثروة والحكم. إن الصراع الذي نخوضه اليوم يجري بين مشروعين بلا ثالث: مشروع الأمة اليمنية الذي جسدته مخرجات مؤتمر الحوار، والذي قام على ركائز العدالة والمواطنة المتساوية، والنظام الجمهوري، والدولة الاتحادية التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة والمدنية ومبادئ الحكم الرشيد. وبين مشروع العصابة الذي يقوم على الاستئثار بالقوة واحتكار الحكم باسم السلالة أو العائلة أو الجهة، ولا شك أن اليمنيين سينجزون مشروعهم وسينتصرون على منطق الاستعلاء البغيض. ونحن في القيادة السياسية إدراكا منا لما تمثله مخرجات الحوار الوطني من دلالات عميقة ومبادئ عظيمة، كان اشتراطنا أن تكون واحدة من المرجعيات التي نحتكم إليها في أي حوار خاص بوقت في الحرب أو مشاورات سياسية، ونؤكد أننا لن نقبل بأي مساومات تتجاهل أو تنتقص من مخرجات الحوار ومبادئ الإجماع الوطني، باعتبار ذلك هو مشروع اليمنيين جميعا، والذي لخص باقتدار نضال العقود الأخيرة وضعها في سطور ضمن وثيقة المخرجات التي باتت مشروع كل أبناء الشعب وملكا لهم. إننا ونحن نحتفي بهذه الذكرى لا ننسى كل الجهود المخلصة التي ساعدت اليمنيين للوصول إلى صياغة هذا المشروع العظيم، والذي شكل الأساس الصلب لمسودة الدستور اليمني الجديد الذي أوقفه الانقلاب بعد أن كنا على وشك عرضه على الشعب للاستفتاء. فالشكر لكل دول الراعية، والشكر لسفراء الدول 18، والشكر بشكل خاص للأخوة الأشقاء الذين اقترحوا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية حرصا منهم على حقن الدم اليمني. هذه المبادرة التي ساعدت على قيام مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة المخرجات، إننا وبهذه الذكرى نعيد التأكيد لكل أبناء الشعب اليمني الكريم بأن تحالف الإثم والعدوان المتمثل بالحوثي وصالح يتحمل كل المسؤولية عن الأحداث التي نشأت عن انقلاب على الإجماع الوطني وتآمره على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واحتلاله للعاصمة والمدن اليمنية، واعتدائه على معسكرات الدولة ونهب الأسلحة وما عقبها من حروب ودمار. فالذين أشعلوا النيران هم وحدهم من يتحملون مسؤولية ضحاياها. إننا من موقع المسؤولية التي خولنا إياها الشعب اليمني نؤكد لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج، إننا سنواصل ضرب النضال المشروع ضد العصابات المنفلتة، وسنوقف كل الأيادي العابثة بأمن وسلامة المواطنين، ولن نتخلى عن دماء شهدائنا الأبطال وتضحيات الشعب العظيمة في الشمال والجنوب، ولن نجنح للسلم حتى يجنحوا لإرادة الشعب ويحترموا خيارات اليمنيين. وأن أي سلام لا يقوم على إنهاء الانقلاب ومحو آثاره
لهو سلام زائف يؤسس لدورات لا تنتهي من الخراب والعنف. وسنمضي في تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني وتوعية كافة أبناء الشعب بهذا المنجز العظيم، الخلود كل الخلود لشهدائنا الأخيار والشفاء العاجل لكل جرحانا ومصابينا والحرية لأسرانا الميامين والمجد لليمن الاتحادي الجديد. استقبل فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية بعدن المبعوث الإماراتي الخاص إلى اليمن العميد علي الأحبابي، الذي نقل تحيات وتهاني القيادة الإماراتية بالانتصارات والنجاحات التي تشهدها البلد على مختلف الصعد. وفي اللقاء عبر فخامة الرئيس عن امتنانه وتقديره لمجمل الدور والجهود التي تقوم بها الإمارات لدعم اليمن في إطار موقفها الداعم والبارز ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأشاد بالمكانة التي وصلت لها الإمارات في مختلف المجالات ومنها ما يتصل بالتقدم العسكري النوعي والمميز في ظل قيادة الدولة الحكيمة، معبرا عن اعتزازه للشعب اليمني للمواقف الأصيلة لمساندة الشرعية في اليمن والتي ستكون على الدوام محط اعتزاز وتقدير من أبناء اليمن كافة. وحمل العميد الأحبابي نقل تحياته لإخوانه قيادة دولة الإمارات وللشعب الإماراتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار. من جانبي عبر المبعوث الخاص عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار المتابعة والتشاور ودعم جهود فخامة الرئيس وصولا لتحقيق الانتصار الدائم للشعب اليمني على القوى الانقلابية. زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مديريتي البقعة وباقم بمحافظة صعدة، وهذا للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني من انتصارات ساحقة في إطار جهود بسط سيطرة الدولة على كل أرجاء اليمن. كان في استقباله لدى وصوله البقعة قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة والمشرف على القوى في البقعة العميد هاشم السيد وقائد لواء الفتح العقيد ياسر المعبري وأركان حرب لواء النخبة العقيد علي الكينعي ونائب قائد لواء المحضار علي أبو زيد والقيادي في المقاومة الشعبية مصلح الأثلة. وفور وصوله إلى مديرية البقعة التقى نائب رئيس الجمهورية قيادة الوحدات والألوية العسكرية المرابطة هناك ونقل لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بالبطولات التي يسطرها المقاتلون ضد ميليشيات الانقلاب وما حققوه من انتصارات ميدانية كبيرة، مثمنا الدور الأكبر لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدمته من دعم وإسناد في مختلف المجالات. واستمع نائب الرئيس خلال اللقاء إلى احتياجات الوحدات العسكرية المتمركزة في البقعة، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتوفير ما يلزم للتقدم العسكري والاهتمام بالشهداء وأسر الجرحى والمصابين، وشدد على مضاعفة الجهود والصبر والتضحية حتى يتحقق حلم اليمنيين باستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الذي يضمن عيشا كريما لكل اليمنيين ومساواة في الحقوق والواجبات. وانتقل نائب رئيس الجمهورية عقب ذلك لزيارة الأبطال المقاتلين في جبهة علا بمديرية باقم بالمحافظة، معبرا عن شكره وتقديره لبطولات أبناء الجيش وتضحياتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري في وجه من تمرد على الدولة وانقلب على الشرعية والتف على مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية وخرج عن إجماع اليمنيين. وتفقد نائب الرئيس المقاتلين الأبطال في الخطوط الأمامية في منطقة مندبه بباقم ومنفذ علب الحدودي في صعدة ومختلف المواقع العسكرية، ونقل لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتمنياته لهم بالنصر والتوفيق والنجاح في المهام الوطنية المناطة بهم. وأشاد الفريق محسن بما حققته قيادتي الجيش في جبهتي البقعة وباقم بمحافظة صعدة وبدعم أخوي صادق من دول التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة، مشددا على مضاعفة الجهود وتوحيدها والصبر وتوحيد الصفوف لما فيه مصلحة وأمن واستقرار اليمن واليمنيين وعودة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية. كلكم تحيات اخوانكم جميعا في ميدي في حرب
في البكر في نه في تقوم صنعاء في الجوف في المخاخ. اخوانكم ابطال الشرعيه الذين امس حرروا ميناء المخاء الاستراتيجي والتاريخي، بارك الله فيهم. هو الشرعيه الان تلتف وتلف الطوق حول عنق الانقلابيين، والطوق ان شاء الله ملتف حول عنقهم، والشرعيه تطوقهم من كل مكان من كل مكان. قوه الشرعيه والحمد لله تجتاز عقبات كثيره، والنصر كل يوم يتحقق على ايدي رجال قوات الشرعيه من القوة المسلحه. بالروح بالدم نفديك يا يمن. وفي شان حكومي اخر، اشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري في العاصمه المؤقته عدن برئاسه الدكتور احمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكريه التي حققها ابطال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه المسنودين بطيران التحالف العربي في مدينه وميناء المخاء. ورفع المجلس تهانيه الى فخامه رئيس الجمهوريه وكافه ابناء الشعب اليمني الذي يمضي بعزيمه وثبات نحو بناء الدوله الاتحاديه التي تضمن تحقيق العداله والمساواه والتنميه. وقال رئيس الوزراء: على الرغم من اننا نعيش اصعب المراحل التي يعاني فيها ابناء اليمن، الا اننا نفخر بالانتصارات العسكريه التي تحققت في مدينه وميناء المخاء، الامر الذي مكن الشرعيه من احكام السيطره على مضيق باب المندب الاستراتيجي. واضاف: ويسعدنا اليوم أن نحتفل بانتصارين، الانتصار العسكري وانتصار تجلي الحكمة اليمانية التي تمثلت في مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي صادف اليوم الذكرى الثالثة لوثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها كل القوى والأحزاب السياسية وبما فيها الحوثي وصالح الذين انقلبا فيما بعد على مخرجاته وعلى الدستور والجمهورية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا السياسية والاقتصادية، حيث تابع المجلس عملية صرف مرتبات القطاع المدني في أمانة العاصمة وباقي المحافظات بعد أن تم التوقيع على عقد بين الحكومة وشركة الكريمي لصرف مرتبات القطاع المدني في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، وفي مقدمتها مرتبات القطاع التربوي بأمانة العاصمة الذي سلم كشوفاته للحكومة، معربا عن تقديره لجهود وزراء الخدمة المدنية والمالية وزير الدولة أمين العاصمة وشركة الكريمي للصرافة. واطلع المجلس على ملخص نتائج اجتماع فخامة الرئيس بالمختصين حول المشتقات النفطية في محافظة عدن، وخلص بضرورة اجتماع كل من وزراء النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية لبحث حلول فعلية لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والكهرباء. هذا وقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة تقريرا عن أنشطة منفذة خلال الفترة الماضية ونتائج لقاءاته مع المنظمات الإغاثية ومشاركته في اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الخليجية. ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومجلس تنسيق المساعدات الخليجية والهلال الأحمر الإماراتي والسعودي والقطري والبحريني والكويتي ولجنة الإغاثة العليا بالكويت. كما جرى مناقشة تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن صيانة محطة مأرب الغازية حفاظا عليها من الانهيار ولتزويد اليمن بالكهرباء. واستعرض وزير النفط والمعادن تقريرا عن عمل المشاريع وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة والصعوبات التي تواجهها الوزارة وأزمة المشتقات النفطية وتأثير محطات توليد الكهرباء على الوقود بالسوق المحلية. وأقر المجلس مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين اليمن والجزائر للأعوام 2017-2019 ميلادية. وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وإرساء قواعد الأمن والسلام والتقدم وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في بناء اليمن الاتحادي الجديد.
وأكد المجلس مساعي الإنقلابيين لعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يكشف الصورة الحقيقية للإنقلابيين الرافضين للشراكة الوطنية ومخططاتهم الدموية لاحتكار السلطة بيد عصابة متنفذة وفاسدة. ويعتبر المجلس أن تنفيذ مخرجات المؤتمر خيارا لا رجعة عنه وصولا إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدالة والمساواة ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وتحقيق تنمية مستدامة للشعب اليمني ككل. كما أقر الاجتماع استيعاب توصيات مخرجات الحوار الوطني وإدراجها في خطط وبرامج وأنشطة الحكومة لتلبية تطلعات أبناء اليمن في تنفيذها وحرص الحكومة على ذلك. وبناء على العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتزام الحكومة بتوصيات مخرجات الحوار الوطني الشامل. أولا الحمد لله اليوم تم التوقيع مع مؤسسة الكريم للصرافة في صرف مرتبات موظفي أمانة العاصمة والديوان موظفي أمانة العاصمة التربويين بما يقدر 21,700 موظف، وتم تحويل مبلغ 1,600,000,000 منها 1,400,000,000 فيما يخص موظفي التربويين أمانة العاصمة و 200,000,000 لديوان وزارة التربية والتعليم، وبقية الموظفين إن شاء الله سيتم الصرف لهم عاجلا حتى يتم استكمال جميع الكشوفات. وأدعو زملائي وإخواني المحافظين والوزراء وجميع رؤساء المؤسسات على سرعة التواصل مع محافظاتهم ومؤسساتهم لإيجاد الكشوفات، فلا ينتظروا أي كشف سيصل من صنعاء. أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل المخلوع صالح في عملية غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن. وأكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات، إضافة إلى أن التقرير يعرض قائمة طويلة من انتهاكات الحوثيين بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما. وثقت اللجنة بالأدلة في تعز أيضا، ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 من يناير الحالي. تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري سير العمل ونسبة الإنجاز في الشق والردم والسفلتة والأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها في طريق مأرب البيضاء. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي ومحمد الجداسي. تم ثلاث طرقات الشريعة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعمل على تسهيل حركة التنقل من محافظة إلى أخرى. وفي هذا السياق اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري على سير العمل في مشروع طريق مأرب البيضاء، والذي يشهد تنفيذ أعمال إنشائية في مجالات الشق والردم والسفلتة. وهذا الطريق مثل أهمية كبيرة باعتباره الطريق الوحيد الذي يربط محافظة مأرب بمحافظة الجمهورية. طريق مأرب البيضاء من أهم الطرقات الاستراتيجية التي تربط مأرب بمحافظة الجمهورية، ويمثل هذا الخط الحيوي أهمية كبيرة في المرحلة الحالية باعتباره الطريق الوحيد الذي يوفر الاحتياجات والخدمات الضرورية للمواطنين على مستوى محافظات الوطن. في زيارة للطريق التي تربط ما بين محافظة مأرب وبقية محافظات الجمهورية حتى محافظة البيضاء وصنعاء، ويعتبر الطريق الحالي الذي يعني لا زال تحت الإنشاء هو الطريق الرئيسي الذي يربط بين هذه المحافظات. ومهم الطريق هذا مهم جدا يعني أن يستكمل العمل فيه، والحكومة معنية
بمتابعة هذا المشروع وتمويل هذا المشروع حتى يتم إنجازه في القريب العاجل. لم يتبقى حسب ما فهمنا من المهندسين لحوالي 14 كيلو. نحن نأمل أن الشركة المنفذة لهذا المشروع تنجز هذا العمل في خلال مدة قصيرة. ومن جانبنا في الحكومة يعني نحن مستعدين أن نقوم بواجبنا وأن ندفع المستحقات المالية التي لهذه الشركة، لأننا نعتقد أن هذا الطريق يجب إنجازه في مدة قصيرة جدا. لماله كما قلنا من دور رئيسي، وهو يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط محافظة مأرب مع بقية المحافظات. ظروف صعبة للغاية لإنجاز هذا الطريق الهام والمحوري الذي يربط معظم محافظات الجمهورية، وهو طريق النقل الوحيد للمسافرين والبضائع في معظم محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا. ما أنجز الآن يعتبر يعني تحدي حقيقي في ظل الظروف الصعبة، ومن واجب الحكومة أن تدعم إنجاز المتبقي من الأعمال رغم الظروف التي تمر بها البلاد، إلى أنه من المهم إنجاز مشاريع مثل ذلك. وعدد من المشاريع الآن التي تجرى في مأرب وعدد من المحافظات بعد التخلص من المخاطر الأمنية التي كانت تهدد هذه الطرق، وبالأخص المتعلق بسيطرة الميليشيات على جزء معين واندحارها بشكل كبير. ونأمل في الوقت في القريب العاجل أن تستكمل بنية هذا الطريق بحيث يشكل رافد أساسي في حركة النقل بين المحافظات إن شاء الله. إنجازات تنموية في ظروف استثنائية تشهدها محافظة مأرب. جبهات التنمية والإعمار من أولويات الحكومة التي تشرف ميدانيا على تنفيذ سير الأعمال في مختلف المجالات، وطريق مأرب البيضاء خير دليل على صدق العمل وترجمة الإنجاز. لقناة عدل الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب. نشرتنا مستمرة وأخبارنا الميدانية والانتصارات المتوالية، والبداية من المخاب تعز. قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اقتربت من معسكر خالد بن الوليد في المخاء، والذي ما زالت تسيطر عليه ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية. وبحسب المصادر فإن طائرات الأباتشي شنت هجوما عنيفا على المعسكر ومواقع الميليشيات في المنطقة المحيطة به. يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمشيط ما تبقى من جيوب الميليشيات الانقلابية في مدينة المخا. وأكدت المصادر أن الميليشيات زرعت كميات ضخمة من الألغام في المدينة وعلى كافة مداخلها، وهو ما جعل قوات الجيش تمنع الوحدات من التجول والدخول لشوارعها قبل الفرق الهندسية الخاصة بنزع الألغام. هذا وتسعى قوات الجيش إلى قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا. أزلنا في تعز، حيث أكدت قيادة محور تعز مسرع تسعة من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة العشرات في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في المحافظة. وذكرت قيادة المحور في تقرير لها أن منطقة الأربعين بالجبهة الشمالية لا تزال تشهد مواجهات شرسة وسط تقدم لأبطال الجيش، بالإضافة إلى إفشال محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية في محيط معسكر التشريفات في الجبهة الشرقية. وشهدت منطقة الرضعة والأقروض اشتباكات عنيفة نتيجة محاولة عناصر الميليشيا التسلل إلى المنطقة، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى إحباط محاولة تسلل في منطقة تبيشعة والربيعي غربي تعز. وتم إجبار الميليشيا على التراجع، وأشار التقرير إلى استشهاد 8 من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وإصابة 12 آخرين. هذا واستهدف طيران التحالف العربي مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة البردة بالبرح غربي تعز، ما أدى إلى تدميره بالكامل. في شبوة أفشلت وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف محاولة هجومية لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مواقع طوال السادة ومحيط هجر كحلان في مديرية عسيلان بشبوة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن 8 عناصر من الميليشيات بينهم قيادات كبيرة لقوا مصرعهم، فيما جرح 13 آخرين خلال المواجهات. قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية بمريس شمال محافظة الضالع أنها تمكنت من صد هجوم للميليشيات الانقلابية،
وأضافت المصادر أن الميليشيات شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش في يعيس لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية، فيما استشهد أحد أفراد الجيش الوطني وجرحى آخر خلال المواجهات. وتشهد منطقة مريس بالضالع معركا متواصلة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى. التقى محافظ أبيان الدكتور الخضر السعيدي بمديرية زنجبار بمحافظة أبيان أمين عام نادي حسان الرياضي علي ناصر مطر. وخلال اللقاء تم استعراض الصعوبات التي يواجهها النادي الذي يعد أعرق أندية المحافظة. وأشاد المحافظ بالدور الريادي الكبير لنادي حسان في البطولات الوطنية الكروية طوال العقود الماضية، إضافة إلى نشاطه الدائم في بقية الألعاب الأخرى، لافتا إلى أن الظروف التي عاشتها المحافظة خلال الفترة الماضية والحروب المتتالية التي لحقت بها أثرت على مجمل الأنشطة العامة لجميع المرافق والمؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية بشكل عام، مشيرا إلى أن قيادة المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب في أنشطة رياضية مفيدة بعيدا عن أفكار التطرف والغلو التي كانت سببا في انحراف العديد من الشباب في أعمال أثرت على مسيرة حياتهم. من جانبه أشار أمين عام نادي حسان أن النادي يعاني ظروفا صعبة في نشاطه العام بفعل نقص المخصصات المالية وعدم الرعاية الكاملة للأنشطة المتنوعة التي يقوم بها النادي، مؤكدا على أهمية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام للنشاط الرياضي حتى يستطيع إعادة أمجاد محافظة أبين المشرقة. كما وجه محافظ أبين دعوة لجميع ممثلي الفعاليات الرياضية بغية وضع الحلول المناسبة للارتقاء بالنشاط الرياضي وتجاوز كل الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي في المحافظة. أكد محافظ أبيان الدكتور الخضر محمد السعيدي على أهمية الارتقاء بنشاط مستشفى زنجبار وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من أبناء العاصمة زنجبار وضواحيها، وذلك في إطار النهوض بالأوضاع الصحية. واستمع المحافظ خلال زيارته الميدانية لمستشفى زنجبار ومعه مدير عام الصحة الدكتور علي منصور حنشل من مديرية المستشفى الدكتور سيله عوض خميس إلى الجهود الجارية لتحسين الأداء، خصوصا بعد تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة. ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في عمل ونشاط المستشفى، كما طاف الأخ المحافظ بأقسام المستشفى واطلع على التخصصات المختلفة موجها بأهمية بذل المزيد من الجهود والعمل بإخلاص والبناء بغية التغلب على السلبيات التي تعيق النشاط الطبي، لافتا إلى ضرورة زيادة برامج التدريب والتأهيل لجميع العاملين وزيادة الكادر الطبي والتمريضي في جميع التخصصات حتى يلبي كل الاحتياجات الطبية المطلوبة لنشاط المستشفى. رافق المحافظ مدير عام إعلام أبين ياسر بعزب. ما زلنا في نحن نلتقي بكم إلى لحج، حيث التقى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج بقيادة مؤسسة الكهرباء وعمالها لبحث المشاكل والقضايا التي يعانونها. وفي اللقاء أشار الأمين العام إلى أن المؤسسة لا يمكن أن تتوقف عن عملها نظرا لتهديدات العاملين بالإضراب، مؤكدا أن أي إشكالات لابد أن تحل بالطرق السلمية وبالتفاهم في أطر الأطر المنظمة للعمل، كما تجاوب العاملين مع الحلول وفق ما يحفظ الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين دون وجود عراقيل فردية تؤثر على الصالح العام. لازلنا في لحج، حيث دشن الأخ محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة إلى عدن وكيل محافظة عدن، والأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة بعدن الاجتماع الانتخابي لمجلس الآباء والأمهات في عموم مدارس مديرية المنصورة بحضور واسع من مجالس الآباء والأمهات للعام الدراسي 2016-2017. إلى التفاصيل. اختيار 12 مرشحا ومرشحة يمثلون مجلس الآباء والأمهات في عموم مدارس مديرية المنصورة صباح اليوم دشن الأخوان محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة عدن ومحمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة الاجتماع الانتخابي لمجلس الآباء والأمهات بالمديرية
اجتماع احتضنته ثانوية عدن النموذجية للبنات في مديرية المنصورة بدأت بآيات من الذكرى الحكيم تحدث فيها مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري كلمة شدد فيها على أهمية مجلس الآباء والأمهات في دعم العملية التربوية والتعليمية. أتمنى من مجالس الآباء جميعا في كل المدارس وأيضا مجلس الآباء العام الذي سيكون على مستوى المديرية بأن يحرص على الجانب التربوي والتعليمي وأيضا على المدارس. نحن من جانبنا في السلطة المحلية في المديرية سنكون عونا وسنوفر ما نستطيع توفيره والذي لن نستطيع سنتابعه. تشكيل مجالس الآباء والأمهات في مدارس مديرية المنصورة البالغ عددها 21 مدرسة تتوزع بين أساسية وثانوية ورياض وأطفال تأتي في إطار برنامج إشراك المجتمع في العملية التربوية والتعليمية. بعد تشكيل مجالس الآباء والأمهات في مدارس مديرية المنصورة التي تحوي 21 مدرسة 13 مدرسة أساسي و6 ثانويات و2 رياض الأطفال تم تشكيل مجالس الآباء والأمهات في جميع مدارس المديرية. اليوم نتوج هذا التشكيل بتشكيل مجلس آباء لمديرية المنصورة ليساعدنا في كثير من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المديرية. انطباعي اليوم عن الاجتماع إنه أصبح همزة وصل بين المشاركة المجتمعية ومجالس الآباء والأمهات على مستوى المديرية للارتقاء بالعملية التربوية وتدليل الصعاب. مداولات ومناقشات توجت بترشيح 12 شخصا لعضوية المجلس ليتم بعدها تزكية الأعضاء المرشحين بالإجماع لعضوية مجلس الآباء والأمهات بالمديرية بالإضافة إلى 7 أعضاء هم رؤساء المجالس في مدارس المنصورة والذي يتكون من 19 عضوا منهم مندوب للصم والبكم بمجلس الآباء بالمديرية. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن. تفقد وكيل محافظة عدن محمد ناصر شاذلي سير العمل بمكتب الثقافة في محافظة عدن واطلع على احتياجات المكتب ومتطلبات الموظفين. وخلال لقائه بمدير مكتب الثقافة شوقي شفيق ومدراء الإدارات استمع إلى شرح عن مجريات نشاط المكتب وما يمر به من صعوبات لا سيما في البنية التحتية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالموظفين والمبدعين في مجال الفن والثقافة وغيرها من الفنون. وأكد الوكيل استعداد السلطة المحلية إلى تقديم الدعم اللازم للمكتب لمعالجة كل الإشكاليات. نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء لقاء موسعا لاستعراض نتائج المسح الميداني لدراسة تقييم واقع منظمات المجتمع المدني وتحديد احتياجاتها التدريبية الذي نفذه مكتب الشؤون الاجتماعية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. وفي احتفال أقيم بالمناسبة في مدينة سيئون أثنى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بالدور الفاعل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني إلى جانب السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية لخدمة المجتمعات المحلية انطلاقا من قناعات كل المشتغلين في هذا المجال باعتبارهم شركاء أساسيين في مسار التنمية معربا عن إعجابه بالجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء نحو الارتقاء بأوضاع هذه المنظمات. كما أكد الوكيل المساعد استعداد السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء لمساندة مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقوم بتنفيذها هذه المنظمات التي تعود بنفعها للصالح العام. تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي سير عملية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016-2017 بكليات المجتمع بسيئون. وأوضح عميد كلية المجتمع الأستاذ المساعد عبد القادر حسين الكاف أن امتحانات إجمالية الطلاب المقيدين بالكلية للعام الجامعي الحالي 406 طالب وطالبة يتوزعون على 8 أقسام تخصصية. أقيمت بمحافظة تعز ورشة العمل الخاصة ببرنامج الماجستير في الجراحة العامة بجامعة تعز التي افتتحها وكيل المحافظة لشؤون الصحية الدكتور فارس الأثوري ورئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي. وفي الورشة أكد وكيل المحافظة ورئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالتحصيل العلمي للأطباء
وخاصة في الماجستير الجراحي لما تتطلبه الحاجة الملحة في إيجاد كادر قادر على العطاء للإنسان والإنسانية، منوهين إلى القفزات النوعية لجامعة تعز في تبني الماجستير لأكثر من تخصص طبي في تعز. ويعتبر الحدث الثاني في كلية الطب البشري من صاحب جامعة تعز. قبل 10 أيام تم إقرار برنامج الباطنة ماجستير في كلية الطب الجامعة، واليوم تعقد الورشة لمساق الماجستير في الجراحة، وبعدها إن شاء الله بالأطفال ومن ثم باقي الأقسام. نحن نعتبر هذا أمر في غاية الأهمية، كون الدراسة العليا هي من ترفع الكليات وتحقق لها أو تسهل لها تحقيق الوظيفة الثانية من وظائفها بعد التدريس، وهو البحث العلمي. برنامج ورشة عمل اليوم توصيف الماجستير الأكاديمي تهدف إلى أن تتناقح الأفكار مع رؤساء الجامعة، مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة كل، ونقابة الأطباء وكل من له شأن في الجانب الطبي ومختص فيه، حتى تؤخذ أفكار. بعد هذه الأفكار ستنقح، وسنفتح بعد شهر برنامج الماجستير الأكاديمي لأبنائنا الطلاب الخريجين لنبدأ عمل حقيقي صحيح بمعايير عالمية وجودة عالية نقدمها للقطاع الصحي. التقى مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي بالمدير التنفيذي لشبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية الدكتور عادل عبد الله بعشن. وخلال اللقاء استعرض مدير البريقة معاناة النازحين المتواجدين في المديرية، خاصة المنحدرين من محافظات لحج وتعز والحديدة، مشيرا إلى ضرورة التدخل المبكر من قبل منظمات المجتمع المدني لتحسين وضع النازحين معيشيا وصحيا. من جانبه أشار المدير التنفيذي لشبكة استجابة الدكتور عادل بعشن إلى الأعمال والأنشطة الخيرية التي تنفذها الشبكة في المحافظة، مؤكدا عزم شبكة استجابة على تقديم المساعدات للنازحين في المديرية من خلال توزيع مواد إيوائية للتخفيف من معاناتهم. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر ننتهي وإياكم من نشرتنا الرئيسية. أعود أذكر بأبرز ما جاء بها من عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد في افتتاحية صحيفة 14 أكتوبر أن الصراع الذي تخوضه اليوم يجري بين مشروعي الأمة اليمنية والعصابة السلالية. مجلس الوزراء يشيد بالانتصارات العسكرية التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المخا، ويؤكد صرف مرتبات القطاع المدني. قوات الجيش الوطني تقترب من معسكر خالد بن الوليد في المخا وتواصل تمشيط المدينة. في الختام مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ودمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.